ما هي الرحمة؟ وما هو مظهرها في حياة المسلم؟ وكيف يغرس رمضان والعيد هذا الخلق في نفسية المسلم وعقله؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الدكتور عماد الأقرع، مدير المكتب الدعوي في مديرية أوقاف عفرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم واصفا حياة المسلم، طبيعة المسلم، شكل المسلم، كيف يجب أن يكون، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث الذي يبين أهمية وقيمة وميزة الرحمة في حياة المسلم، لكن ربما لسائل أن يسأل: ما هي هذه الرحمة التي نتحدث عنها؟ ما هو مظهرها، شكلها، طبيعتها في حياة المسلم؟ وكيف نربط بينها وبين رمضان والعيد؟ وكيف يغرسان هذا الخلق؟ هذه الأسئلة أطرحها اليوم على ضيفي الدكتور عماد الأقرع، مدير المكتب الدعوي في مديرية أوقاف عفرين. أهلا وسهلا بكم دكتور. حياكم الله وإياكم، الله يكرمكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واجعلنا إخوة فيك متحابين يا أرحم الراحمين. وبعد، الرحمة خلق إنساني عظيم، بل هي من أهم القيم الأخلاقية الإنسانية. إذا سكنت في قلب المؤمن تبدت له محبة، إخاء، تعاون، تراحم، وهذا دليل على تماسك المجتمع الإسلامي. فإذا كان هذا المجتمع متماسكا كان مترابطا بإخوة ورابطة عظيمة. الرحمة حقيقة هي صعبة التفسير، يعني لها درجات تفسير كبيرة. يكفي أن نقول أنها اشتقت من اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، كتبها ربنا على نفسه وأمر الناس أن يتراحموا فيما بينهم، من أجلها بعث الله الرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم. انظر ماذا يقول الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كأنما يقول: يا محمد، بالرحمة التي سكنت قلبك كنت لينا بهم فالتفوا حولك. هذا سيدي ما يسمى بقانون الالتفاف. ما هو قانون الالتفاف؟ أنت كمدير، أنت كقائد، أنت كداعية، أنت كشيخ، أنت كأستاذ في مدرسة، تريد للناس أن يلتفوا حولك، تريد أن يسمعوا كلمتك، تريد أن يحبوك، ماذا تفعل بخلق العظيم هو خلق الرحمة؟ هذا يسمى قانون الالتفاف. فإذا أردت أن يلتف الناس حولك فتخلق بخلق الرحمة، لأن الناس تنفر ممن يتعالى عليهم وترغب في من يرحمهم. هذا هو أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أرحم بأصحابه من آبائهم وأمهاتهم، مثل ما قال أحمد شوقي: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله، وهو الرحمة المهداة التي أرسلها الله عز وجل رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين. لنا تراحمه بأصحابه في غزوة الخندق،
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وبطنه معصوب بحجرين من جوع. جاءه جابر: طعيم عندي يا رسول الله، عناق صغير المعز مع شوية خبز. قال: ما عندك يا جابر؟ قال: عناق يعني، فتع أنت ورجل أو رجلين معك. يعني شغلة بسيطة. بسيطة جدا. قال: كثير طيب يا معشر المهاجرين والأنصار، طعام عند جابر. الله. جابر خف ارتعب، ذهب إلى زوجته وأخبرها بالقصة. قالت: أعلمت رسول الله بالأمر؟ قال: نعم. قال: إذن يكفيهم رسول الله، ما لك علاقة أنت. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعم المهاجرين والأنصار، وكان آخر واحد منهم يأكل. يا الله، هي الرحمة، هذه الرحمة غرست في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، بدأوا يتنافسون بالرحمات. قال: من أجمل ما قرأت، جاءت حفصة بطعام لسيدنا عمر. بعد أن انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، جاءت إلى والدها بطعام. قال: فنظر إلى الطبق وإذا به زيت وخبز وماء. قال: فبكى. قال: والله ما جمعهما رسول الله في طعام واحد، ارفعيه، ما عدت أريده. هذه الخصلة وهذه الرحمة يعني من أعظم خصال الرحمة هي الرحمة على الفقراء والمساكين. عمر كان يخرج ليتفقد الرعية في الليل، فوجد نارا. قال: ربما هم في سفر ويحتاجون شيء، يعني مين بده يشعل النار؟ قال: إذا بامرأة توقد النار لتطعم صغارها. المرأة ما بتعرف إلا سيدنا عمر. قال: ما تصنعين يا امرأة؟ قالت: أصنع طعاما لنا. قال: فرفع إذا بها حجارة. قال: أتطعمين أولادك الحجارة؟ قالت: الله بيننا وبين عمر. اشتكت عمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وما يدري عمر بحالك؟ قال: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. عمر يعني الذي كان يبكي حتى يعني خطان أسودان في وجهه، شوف الرحم. قال: فذهب هو وخادمه، قال: جاء بالدهن وبالدقيق، وقال: احمله. قال: أنا أحمل عنك؟ قال: احمل عني لأم لك ومن يحمل عني أوزار يوم القيامة. في شكوى إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فذهب عمر وصنع الطعام وعجن العجين وخبز وطبخ، فقالت: والله لأنت أولى بالخلافة من عمر. قال عمر: ينتظرك غدا. أعلمته؟ نعم أعلمته، ينتظرك غدا. قال: فجلس عمر وأجلس ابن عمر إلى جانبه وابن عباس إلى جانبه. قال: فدخلت المرأة فرأته خجلت، فقال: يا أمت الله، بكم تبيعينني شكواك؟ أنت اشتكيتي إلي الله عز وجل، بكم تبيعينني شكواتي؟ قالت: لا. قال: والله قولي. قال: فاتفقوا بعشر دراهم تبيع الشكوى. فقال لابنه ابن عمر: قال: إذا أنا مت ودفنتني فأنزل هذه الوثيقة معي. كتب وثيقة، قال: حتى أحاجج بها ربي يوم القيامة. فهذا الخلق الذي تبدى فيهم. انظر ماذا يقول رسول الله، البلاغ البياني: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن هذا هو خلق الرحمة. يكفي أن نقول أنها اشتقت من اسم الرحمن الرحيم، كتبها الله على نفسي. قال: رحمتي، إن رحمتي سبقت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا هي مشتقة من الرحمن، ولا يتصف بالرحمة إلا العظيم سبحانه وتعالى. ما أدري ماذا أقول، لكن شيخنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يخلقنا بهذا الخلق العظيم، أن نكون بحق وصدق أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدي يعني في رمضان هذا الشهر العظيم المبارك، ونحن اليوم في وسطه أو في آخره إذا أحببنا أن نقول، كيف يعني كيف يغرس رمضان هذا الخلق، أو كيف إذا أردنا أن نقول بطريقة أخرى، كيف يستطيع المسلم أن يستقي خلق الرحمة من رمضان؟ رمضان هو مدرسة لغرز القيم عند الإنسان. يعني رمضان هو مدرسة عظيمة لتزرع بها القيم، ومن أعظم ما تنتجه مدرسة رمضان هو الرحمة.
الرحمة بالفقراء والمساكين. أنت عندما تجوع ويشتد عليك الجوع لساعات معينة، هنا تتذكر ماذا؟ تتذكر الجوع والعطش. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، إلى أن قال وكان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. قدوتنا. سئل يوسف عليه السلام لما تجوع وأنت على خزائن الأرض، ليش عم تجوع؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. عندما يجوع هذا الغني يتذكر، يشعر، يحس، يقدر شعور ذاك الفقير فيسعى إليه، يسعى لينقذه من الجوع. الإنسان عندما يشعر هذا التنظير سهل جدا، لكن يحتاج إلى تطبيق عملي. فأنا عندما أجوع أتذكر أن هناك من يكابد الجوع، من يقاسي الجوع، الجوع يلسعه وإنه أني الملسوع، فأنا أبادر مباشرة إلى إنقاذه، إلى إعطائه، إلى إطعامه. فرسول الله كان أجود الناس في الحال العادية، لكن أجود ما يكون في رمضان. قال سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين، رجع ذاك إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. أسلموا، محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فإذا رمضان هي مدرسة نتعلم من خلالها زرع الأخلاق، غرس القيم، تعلم هذه القيم الرائعة. نعم أنا أجوع لفترة ما معينة، هنا أتذكر جاري، يعني حتى تعدت رحمة الإسلام ليس بالمسلمين فقط، حتى بالكفار، حتى باليهود والنصارى. ذبحت شاة عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال هل أعطيتم لجارنا اليهودي؟ هل أعطيتم له؟ فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو سيورثه. فيتعدد. ليس من الإسلام أن تأكل لوحدك، ليس من الإسلام أن تشرب لوحدك، ليس من الإسلام أن تفرح بفرحتك في موضوع العيد، ليس من الإسلام هذا أبدا. الإسلام تفرح ويفرح الناس، تأكل ويأكل الناس، هذا هو التكافل الاجتماعي. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين، حديث البخاري، إذا أرملوا في الحرب أو قل طعام عيالهم جمعلوه في إناء واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، أنا منهم وهم مني. لماذا نالوا هذا الشرف؟ بالرحمة. بالرحمة، هذا الرحمة. الرحمة ماذا ولدت؟ التكافل الاجتماعي بين الناس. قبل أن تعرف هذا الأحزاب والمنظمات وما شابه ذلك، عرفها الإسلام منذ قريب، منذ قديم. ها هي خلق الرحمة. الرحمة آكل وتاكل، أشبع وتشبع. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة ابن أبي جهل في المعركة العظيمة، معركة اليرموك، طبعا كان من كتيبة الموت، والقصة طويلة معروفة عن سيدنا عكرمة رضي الله عنه. قال جرح عكرمة ومعه بعض المسلمين، فجاء أحد أصحابه لكوب ماء يسقي، قال اسقي أخي. فجاء إلى أخي قال اسقي أخي، ربما هو أشد حاجة، اسقي أخي، حتى وصلوا أنماتهم السبع رضي الله عنهم. سيدي خلق الرحمة، هذا خلق يغرس إذا أحببنا أن نقول بمن يدخل مدرسة رمضان بحق. شيخنا، يعني أنا محتاج حقيقة إلى أن أخذ فاصل ثم أعود إليكم سيدي. أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بعون الله وتوفيقه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى في حلقة متجددة من برنامجكم وأمنهم من خوف، نتحدث فيه عن خصلة الرحمة أو خلق الرحمة، وعن رمضان، تلك المدرسة العظيمة التي تغرس الرحمة في قلب العبد. شيخنا، يعني الرحمة باب عظيم، لكن حقيقة أنا يعني تنبهت إلى شيء قدرا قبل أيام أو قبل أسابيع، كنا في نفس هذه الجلسة نتحدث عن الوحدة الإسلامية، رمضان كمدرسة الرحمة، وحدة. اليوم نتحدث
أن رمضان مدرسة الرحمة، لكن أنت نبهت إلى أمر وأنتم تتحدثون أنكم ذكرتم الرحمة وقلتم هي طريق إلى الوحدة، ثم قلتم وهي طريق إلى أن يشعر الإنسان، كأن الإسلام لا يستطيع الإنسان أن يمسكه أو أن يكون فيه حقا إلا يمسكه من كل أطرافه، فيكون مصليا وصائما وحاجا ومزكيا، وفي نفس الوقت يكون صادقا ورحيما وعفوا وصبورا، ويكون مع إخوانه كما يحب الله سبحانه وتعالى، كأنه يجمع الكل. سبحان الله، أنت تقل يعني سبحان الله، يعني خطر في ذهني الآن قول أحد العلماء أن بنى العلاقة الله سبحانه وتعالى، العلاقة مع الله سبحانه تبنى على أمرين اثنين، علاقتك مع ربك في العبادات وعلاقتك مع الناس، ولا ينفك أحدهما ولا يقبل الله أحدهما دون الآخر أبدا. علاقتك مع الله سبحانه في العبادات، وعلاقتك مع الناس هي في أخلاقك وفي سلوكك في تطبيقك العملي. لهذا بنى الله سبحانه وتعالى العلاقة على قدر كبير، فإن لم تكن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا خلق العظيم الذي تخلق به أصحاب النبي، فليكن على المحبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس، فإن لم تكن على هذا وهذا تكون بكف الشر عنهم. فهذه الرحمة، يعني عندما قلنا رحمة النبي، هل رحمة النبي فقط بأصحابه؟ لا، تعدت رحمته بالجاهلين، لك حتى رحمته في الحيوان أكثر من ذلك. قال ما كان هو وأصحابه يمشيان في الطريق، فإذا أحد الصحابة خرج إلى الشجرة وجاء به عصفور طائر، أطفال يعني صغار الطائر، قال فقامت أمهم تحف حولها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أثكل هذه بصغارها؟ قال أنا يا رسول الله. قال أعدهم إليها، أعدهم إلي، فمن فرق بين أم وصغارها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة. وقصته عندما رأى حمارا أجلكم موسوما قال من أوسم هذا؟ لعنه الله، يعني لعن من وسم، قال لعن الله من وسم هذا الحمار. نهى عن حرق النمل وحرق الحيوانات، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذه رأفته حتى في الدواب، فكيف بنا نحن، فكيف ألا نتراحم نحن مع بعضنا البعض. لك في حروبه لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلا رجل واحد فقط، في كل حروبه كان يأمل أن يعودوا إلى الله، أن يسلموا، أن يؤمنوا، ما قتل إلا رجل واحد كان موعد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه أبي بن خلف، أخو أمية بن خلف الذي كان يعذب سيدنا بلال، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد عندي فرس شقراء أطعمه التمر ونقي الذرة سأقتلك عليه. قال تحدى النبي مرارا، قال أنا سأقتلك عليه إن شاء الله، قتله يوم بدر. فلم يقتل في كل حروبه مع أنه كان شديد، كان قوي، أوتيت قوة 100 ناقة بكر، قال كان يقول علي إذا حمي الوطيس كنا نلتجئ إلى رسول الله. هذه رحمته حتى مع أعدائه، عندما وقعت رؤوس الكفر تحت سيفه في فتح مكة ماذا قال لهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، هم كريم ابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رحمته بزوجاته، أنا أتحدث عن رحمته مع زوجاته، تحدث عن رحمته بأصحابه، فهو رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. كيف نتحدث الآن على الحقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني إذا قلنا هو الرحيم بذاته صلى الله عليه وسلم، أو هو الذي تمثل هذا الخلق في حياته، يعني ما كان إنسان ليخرج عن الحقيقة، بل هي الحقيقة بذاتها صلى الله عليه وسلم، والرحمة التي يعني شملت كثير جوانب. لكن شيخنا نحن اليوم على أبواب العيد، وفي هذا العيد كيف يعني إذا أحببنا نقول كيف يغرس العيد عيد الفطر، إذا خصصنا بشكل خاص كيف يغرس عيد الفطر خلق الرحمة في قلب ابن عبد المسلم؟ سبحان الله، يعني الأعيادنا على شموليتها هي أعياد إنسانية. yes. أعياد إنسانية، فكما قلت لك قبل قليل الإسلام لم يدع المسلم أن يفرح لوحده أو أن يأكل لوحده، أو في عيد الفطر فرض زكاة الفطر وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. يا سلام، لا يأتي إليك الفقير يطرق بابك يقول لك من مال الله، أنت وجب عليك كغني أن تذهب إلى الفقير وأن تعطيه وله المنة عليك.
كان السلف إذا رأوا السائل يسأل قالوا مرحبا بمن جاء يحول مال دنيانا إلى آخرتنا. أي الفهم، هذا الفهم. وفي حتى عيد الأضحى قال من السنة إذا أضحى الأضحية أن يأكل هو وأهل بيته وأن يهدي بها إلى جيرانه وأن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، ثلث بثلث بثلث. هذه السنة كانت لماذا؟ كي يعم العيد والبهجة العيد في كل بيت من بيوت المسلمين. والله ليس من الإسلام أن تضع على مائدتك أفخر الطعام والشراب وجارك يئن من الجوع يعني الملسوع. ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائعا وهو يعلم. يجب على كل وحتى من السنة أن تفرح، هو يوم فرح وسرور، فكيف يفرح الذي يرى أطفاله الصغار يئنون من الجوع؟ قال الإسلام لا، رحمة بكم جميعا. يجب أن تدخل فرحة في كل بيت، في كل بيت. يجب عليك أن تبحث عن السائل، تعطيه، تكفيه ولو في يومه وليلته. طيب شيخنا، في مسألة الكفاية أو زكاة الفطر بشكل خاص كمظهر من مظاهر الرحمة في العيد، نسمع عن خلاف بين الفقهاء، بين من يقول بالرز ومن يقول بالمال ومن ينظر إلى المصلحة. كيف، أنا لا أريد حقيقة، نحن هنا لسنا برنامج فقهيا، لكن كيف تظهر هذا الخلاف الفقهي؟ كيف يظهر فيه الرحمة؟ يعني نعم. اليوم نحن نراه ربما خلافا يظهر الشقاء، يظهر عدم الود، يظهر الخلاف، لكن كيف في هذا الخلاف كيف تظهر الرحمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للفقراء جبرا من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، فمن أدها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبول، ومن أدها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث حقيقة في موضوع هل يجزئ أن نقدم نقدا أو بدل الطعام نقدا، اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاث، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا يعني، وكل له دليله وكل له سنده. فمن شاء أن يخرج طعام فلا بأس في ذلك، ومن أراد أن يخرج نقدا فلا بأس في ذلك، لكن الموضوع مثل ما حكينا جنابك هي المصلحة، فهنا تبدت الرحمة في المصلحة. القول الأول أنها مثل ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام، لا تجزئ أن تقدم نقدا، وهذا رأي الجمهور. ومن أجازها مطلقا كالحنفية والبخاري رحمة الله تعالى عليه وبعض فقهاء السلف أنها يجوز، واستدلوا بأحاديث كثيرة، ومنهم القول الثالث وقول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس في ذلك. طبعا وكل له دليله كما قلنا، كل له دليله، واستند في هذا على بعض آراء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المسألة. لكن أين يكمن الرحمة في هذا الأمر؟ هي ترك المجال للجميع. يعني تحدثنا أنه نحن الآن في الشمال السوري في الوضع الاقتصادي المتردي. سبحان الله، حادثة حصلت معي، اتصل بي أحد الإخوة وقال يا شيخ، يعني هذا الحكي العام الماضي، أنه عندي أنا كمية من الرز كبيرة، والله ليس لي في جيبي من آتي بثوب لولدي لطفلي، فماذا أعمل؟ بعت الرز في نصف القيمة وجئت بالمال وتقدم تصدقت به. فهنا تظهر المصلحة، أين المصلحة في هذا الأمر؟ فنقول برأي الإمام ابن تيمية رحمه الله، المصلحة الآن أن تقدم يعني المسألة هذا مالا، فمن أراد أن يقدمها طعاما فجزاه الله خيرا. فالمسألة هي فيها سعة سيدي، هي المسألة فيها سعة. ما هي الحكمة يعني، ما هي المصلحة في هذا الأمر؟ فالمصلحة الآن الشرعية تقتضي، الآن في عنا كثير من أوروبا، يعني الآن في عنا كثير من أوروبا، وهذا يأتي بكثير من المال حقيقة يعني إلى الشمال، وخصوصا في رمضان. يعني سبحان الله، أهل الخير أصروا أن يكون يعني رحمة في الناس في رمضان في العيد،
أن يبعثوا حتى في زكاة أموالهم، في صدقات فطرهم. وكثير يتصلون فينا في أوروبا، ماذا نفعل؟ أنا أتي لكم بالرز أم أنتم تشترون الرز أم ماذا تفعلون؟ يعني هو الرز هو غالب قوت المنطقة، يعني أنا أقول له زبيب أو تمر، يعني غالب قوت المنطقة هو الرز، فماذا نفعل؟ فقل لهم لا، تقدم بها قيمة هي أيسر للفقير، وهي أفضل للمصلحة، وإن شاء الله ستكون بإذن الله عز وجل تجزي عن هذا الأمر. فالمسألة بها سعة، وحتى يغنوهم عن المسألة. هذه كنا ما نقوله، أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم. يعني المسألة هي فيها بحبوحة، لكن أرى على مواقع التواصل والكثير من الصراعات والله لا تحتاج هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس الرحمة حتى ينتهي. نعم هذا هو نريد نحن دائما. سبحان الله، مثل ما حكينا أنا وجنابك، أنه حيث تكمن المصلحة فتم شرع الله. فتم شرع الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الحلقة النفع. اللهم أجل. الله يكرمكم وإياكم إن شاء الله. والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.